البحث العلمي. أعطي مثل علامي، مثلا نصل في الطبيعيات إلى إثبات أن البروتون اللي هو جزء من الذرة، جزء من المادة يدور بسرعة حول النواة، سرعة هائلة. ثم نقول إذا هناك حركة دائرية وضعية في الجسم. هل نتيجة من وصلة؟ لما درسنا بعلم الذرة شفنا البروتون عم يدور حول نواة الذرة بسرعة هائلة جدا، فاستنتجنا أن هناك شيء في الخارج اسمه الحركة الدائرية. العلامة هلا بدي أقول هذه قضيتان، واحدة منهم فلسفية وواحدة منهم علمية. من الواضح أن هذه النتيجة قضيتان وليست قضية واحدة. إذ النتيجة الأولى شو بتقول؟ البروتون جزء من المادة يدور حول النواة. تعتمد هذه النتيجة على ماذا؟ على الدليل الفيزيائي والتجربة العلمية. بينما تتكئ النتيجة الثانية، شو هي النتيجة الثانية؟ هناك حركة دورية وضعية في الخارج، يعني وجود الحركة الدائرية في الخارج. هذه وجود الحركة وعدم وجودها في الخارج هذا شأن فلسفي، بينما الشأن الفلسفي دائما يقول وجدت الحركة في الخارج أو لم توجد. أما الفيزيائي ماذا يقول؟ يقول البروتون جزء من المادة يدور، يعني يفرض المادة مفروضة التحقق ويقول يعطي حكما لها، يقول البروتون جزء منها يدور، البروتون جزء منها نقبل، يدور حكم. هذه كلمة يدور إذا نسبناها إلى البروتون هذا شأن فيزيائي، إذا نظرنا إليه في حد ذاته كواقع خارجي هذا شأن فلسفي. أي قضية عندما تقول في الطب مثلا إذا قطعنا اليد نزف الدم، هذه قضية طبية، أن قطع اليد يؤدي إلى نزيف الدم قضية طبية، لكن واقع أن الدم له، أن النزيف له وجود في الخارج هذه قضية فلسفية. لأنك لما تحكي دائما عن الوجود هذه قضية فلسفية، لما تحكي عن الأحكام هذه قضية فيزيائية علمية طبية. أصل وجود اليد، أصل وجود القطع، أصل وجود النزف، أصل وجود الدم شأن فلسفي، أما الربط بينها شأن طبي. هنا نفس الشيء، أصل وجود الحركة الدائرية في الأجسام هذا شأن فلسفي، أما الربط ما بين البروتون وبين النواة وأن هناك حركة دائرية بينهما هذا شأن فيزيائي. بهذه الطريقة يريد أن يميز بين أصل وجود الأشياء وبين الأحكام المترتبة على وجود هذا الأصل. لذلك قال بينما تتكئ النتيجة الثانية اللي هي هناك حركة دورية وضعية في الخارج على النتيجة الأولى لا على الدليل الفيزيائي أو التجربة المباشرة. ليش؟ لأن دليل الفيزيائي أكثر شيء بيقول أنت شفت حركة دائرية، هل رؤيتك للحركة الدائرية دليل وجودها أم لا؟ هل الفلسفة تقول لي أنه هذا يعني وجودها أو لا يعني وجودها؟ من هنا يتضح أن الفلسفة ترتهن بالعلوم في بعض قضاياها فتفيد من قضايا العلم. شو قصده ترتهن بالعلوم في بعض قضايا؟ يعني تستفيد الفلسفة من العلوم في الصغرى، العلوم بتحقق للصغريات، وتنتزع قضاياها في ضوء نتائج العلوم. هي لحالة بتقوم باستنتاج تلك القضايا باستخراج تلك القضايا في ضوء العلوم، كما أن العلوم في أحكام بحوثها ترتهن وتحتاج إلى الفلسفة.